السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم أيها السابقون. اتفقنا أن احنا إن شاء الله نكون من السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ما زلنا مع سلسلة السابقون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. توقفنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة رقم 8، النهاردة الحلقة رقم 9. توقفنا عند سعد ابن معاذ، قلنا هنتكلم عن علو الهمة عند الشباب، وذكرنا أول مثل كان سيدنا جعفر بن أبي طالب وعلو همته فوق الخيال اللي عملها حينما عرض الإسلام عرضا بليغا يعجز عنه من يحملون درجة الدكتوراه اليوم، عرضا بليغا جدا في خلال دقيقتين ثلاثة قدام ملك من ملوك الدنيا اللي هو النجاشي رضي الله عنه وارضاه، وعرفوا بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بمساوئ الجاهلية، عرفوا كل ده، حتى كان سببا في نجاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بطش كفار قريش بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمنا بعدها عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللي قدم مواقف عظيمة جدا جدا لخدمة دين الله عز وجل، وكان عنده علو همة فوق الخيال. رجل كان بيكره النبي عليه الصلاة والسلام ويكره الصحابة، كان بيتمنى قتل مصعب ابن عمير ويتحول فجأة إلى عملاق كبير من عمالقة المسلمين، فكان سببا بفضل الله في نشر الدعوة ونشر الإسلام في المدينة المنورة، وكان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في مؤازرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقف العظيم جدا الذي وقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفي الموقف الثالث والأخير موقفه مع يهود بني قريظة. وزي ما قلت لكم كان يهود بني قريظة خانوا النبي، خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، وأرادوا هم يفتحوا الأبواب الخلفية لليهود للمشركين حتى يدخلوا فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه، ويعني يستأصلوا شأفة الإسلام وشأفة المسلمين. قدر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لسعد بن معاذ. وش معنى سعد بن معاذ؟ خد بالك بقى، عشان يدي درس للكون ده كله، درس عظيم جدا في الولاء والبراء، ان انت ممكن تكون ما انتش مسلم وبعد كده تسلم، خد بالك، فيبقى اخوك في الاسلام اعز عندك من امك وابوك واخواتك لو كانوا على الشرك والكفر. هو ده المعنى الجميل، هو ده المعنى الذي يريد ان يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم للكون كله. سعد بن معاذ كان من اشد الناس قربا ليهود بني قريظة في الجاهليه، كانوا اصدقاء وحبايب ويقعدوا مع بعض السهرات بتاعتهم ويشربوا خمر ومش عارف ايه. فلما جم عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار سعد بن معاذ عشان يحكم فيهم في الخيانه اللي هم خانوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بس اجل حبيبنا وطلعوا مننا قاعدين مع بعض ويعني سهراتنا الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض اكيد هيجي منا. فقالوا يا ابا عمرو حلفاؤك وندماؤك يعني حبايبك. فقال سعد بن معاذ بكلمه الواثق، قال لقد ان لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم. فنظر الى النبي، خد بالك بقى بنشوف الموقف الجميل، الموقف المؤدب والمهذب جدا. سعد بن معاذ واقف عن يساره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه النبي، فقال احكم فيهم يا رسول الله؟ قال احكم فيهم يا سعد، خد بالك. فقال ويرضى من ها هنا؟ واحبصص الصحابه، قالوا ويرضى من ها هنا. خد بالك بقى، شوف الادب. الناحيه الثانيه مين اللي واقف على اليمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ما قدرش يبص للنبي عليه الصلاه والسلام وقال ومن ها هنا؟ خد بالك، هو مش قادر يبص للنبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ها هنا؟ فقال فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تقسم اموالهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم. النساء يبقوا في السبي هم والاطفال، والاموال بتاعتهم تتقسم، والرجاله بتاعتهم كلها تتقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. كان هو ده الحكم الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ كان انجرح في غزوة الخندق، وكان قال كلمة جميلة قوي، اللهم إن كنت أبقيت على حبيبك على النبي صلى الله عليه وسلم حربا فأبقني لهم، يعني رب ايه سيب الجرح بتاع ده يفضل يعني الدم يقف فيه ما ينزفش عشان ما موتش. فوقف الجرح، وقف الدم، والتأم الجرح. فجي بعد ما حكم في يهود بني قريظة قال اللهم إن كنت لم تبقي على نبيك حربا مع قريش فاقبضني إليك. فانفجر الجرح، نفس الجرح، شفت قد ايه
سبحان الله، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا الله، فانفجر الجرح وبدأ سعد بن معاذ في لحظات الموت. سعد بن معاذ في نفس اللحظة اللي بيموت فيها ينزل جبريل في احتفال سماوي ملائكي، ينزل من فوق سبع سماوات إلى الحبيب المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا محمد لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك. لو مين؟ سعد بن معاذ. عرش الرحمن كلام صعب قوي، يعني بقى عرش الرحمن يهتز لموت عبد من عباد الله؟ اهتز. يعني اهتز؟ الامام النووي بيفسر الحكايه دي بيقول لك ايه؟ اي اهتز فرحا بقدوم روح سعد. طب ويهتز ليه؟ ده عرش، هو العرش ده حاسس بالموضوع ده؟ قال لك نعم، فلقد جعل الله عز وجل لتلك المخلوقات حسا وادراكا. العرش فيه احساس وادراك، اي نعم. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا الله، الكون ده كله بيسبح، الكون ده كله بيسبح وبيعبد الخالق جل جلاله. يعني لو اقسمت لك بالله الان ان الالم ده بيسبح تصدق؟ صدق. لو قلت لك الكوب ده بيسبح صدق. الكاميرا اللي قدامي دي بتسبح صدق. الحائط، الجدار، الارض. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. يا الله، سيدنا داود يسبح فالجبال تسبح فالطير تسبح. عمرك تخيلت المنظر ده؟ طب ده انا هقول حاجه اقرب من ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. تخيل انت لو واقف جنب النبي عليه السلام والنبي حط في ايده شويه حصوات كده، الحصوات دي بتسبح بحمد الله. ويقول ابن مسعود أيضا كما عند البخاري قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. اللقمة يحطها في إيده صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فكان الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري، معدي من جنب جبل أحد ومع الصحابة، فقال للصحابة أحد جبل هو جبل. يعني في نظركم انتوا شويه صخر وطوب ورمله. احد جبل يحبنا ونحبه. يا الله، جبل احد يحبنا ونحبه. ويطلع النبي فوق الجبل مره تانية، والحديث رواه البخاري ومسلم، يطلع فوق الجبل هو وابو بكر وعمر وعثمان. فالجبل من فرحته مين اللي فوقيه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. ومن تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان. يا فرحتي، فحب يعني يعبر عن يعني ايه، عن فرحته، فراح مهتز. فيعني الحب ده شعف قتل مش حب يعني، فاهم ازاي؟ فراح النبي عليه الصلاه والسلام راح ضربه برجليه وقال اثبت احد. بدات ضحك ولا وقت ترحيب؟ اثبت احد فانما عليك نبي وصديق اللي هو ابو بكر وشهيدان اللي هو عمر وعثمان رضي الله عنهما. لك أن تتخيل بقى المعنى الجميل ده، سبحان الله. فشاهد في الموضوع أن العرش اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. هو العرش ده قد إيه؟ محدش يقدر يتخيل طبعا، بس ممكن أقول لك يعني بعض الأحاديث التي وردت عشان يعني الصورة تقرب شوية، ومش هتقرب يعني، أنا بقولها لك وهي مش هتقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خد بالك، ما السماوات السبع، والحديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا. تعرف عارف لما تيجي في الصحراء الغربية مثلا، الصحراء الشرقية ولا الصحراء الربع الخالي، وتيجي تمسك خاتم في إيدك كده وتروح رميه في الصحراء وتقول لي بعدها اعمل لي على الكالكوليتر كده على الآلة الحاسبة النسبة والتناسب بين حجم الصحراء وبين الخاتم، هجيبها ازاي يعني؟
ما فيش اي نسبه خالص، واخد بالك؟ يبقى السماوات السبع دي كلها والاراضين السبع دي كلها وما بينهما بالنسبه للكرسي، لسه ده الكرسي ده موضع القدم، موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، ده لسه ما اتكلمناش على العرش لسه. السماوات السبع، طب ده انا هديك بس حديثين كده يوضحوا لك السماوات السبع دي فيها ايه يعني. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل البيت المعمور. ايه البيت المعمور ده؟ البيت المعمور ده ده الكعبه اللي معموله مخصوص لاهل السماء السابعه فقط. وقال بعض اهل العلم في كل سماء بيت معمور. البيت المعمور اللي في السماء السبعه ده، خد بالك بقى، هو بمحاذاه الكعبه الارضيه اللي موجوده في مكه. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو خر البيت المعمور لخر فوق الكعبه، فوقها بالملي بالملي. وده يعني بعض الناس لما تكلموا عن ان الكعبه هي مركز الارض صحيح، وان البيت المعمور مركز الكون، يعني اجتهاد من بعض العلماء. خد بالك بقى، انه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، الحديث رواه مسلم، لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. طبعا الملائكه مخلوقه قبل خلق ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ كل يوم اهل السماء السبعه بس، ما بنتكلمش عن اهل السماوات الباقيه، اهل السماء السبعه بس بيدخل منهم كل يوم 70,000 ملك، يخشوا البيت المعمور ويخرجوا، ما يرجعوش تاني. تاني يوم 70,000 غيرهم، تالت يوم 70,000 غيرهم، من قبل خلق ادم الى قيام الساعه. كم مليار مليار ملك موجودين في السماء السبعه؟ تعرف تعد؟ مين هيعد؟ واخد بالك؟ والملك منهم لو ضرب الارض بجناحه لفلقها نصفين، ده ملك. يبقى ما السماوات السبع، تقدر تتخيل؟ محدش يقدر يتخيل. ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهم بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه. خد بالك من المفاجاه اللي جايه بقى. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاه. والرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى وجل جلاله، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. العرش ده كله اهتز، اهتز يا الله. وكما صح عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال: ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، إلى أن يصل إلى السماء السابعة. تخيل بقى لما عرش الملك جل جلاله يهتز لموت عبد من عباد الله اللي هو سعد بن معاذ. لا ده في مفاجأة تانية كمان جميلة قوي. ثبت عند الحاكم بسند صحيح إن لما سعد بن معاذ مات قامت أمه فصاحت حزنا على ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام، شوف حنيته قد ايه بيصبرها، يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يبقى حاجتين هم في الحديث الاولاني في البخاري ومسلم، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لا هنا في معلومه جديده بقى، اللي ايه؟ ان هو اول من ضحك الله له. ايه ده؟ الله يضحك؟ أي نعم، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين جل جلاله. طب ولما ربنا يضحك إلى عبد إيه معناها ديت؟ لا ده معناها كبير قوي بقى. طب ما تقول لنا. هقول لك بس بعد ما تصلي. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشهيد فقال: الشهيد من خرج بنفسي ومالي فلما يرجع من ذلك بشيء فذلك الشهيد، إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن من المواطن، خد بالك، فإنه لا حساب عليه ولا عذاب. واضح؟ يعني لو ربنا، لو أنت عملت عمل جليل فضحك الله عز وجل لك في هذا الموطن، إيه اللي يحصل؟ يدخلك الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يبقى دي صفة جديدة تضاف إلى صفات 70,000 الذين وردوا في حديث عكاشة بن محصن: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فسعد بن معاذ أول من ضحك الله له، يبقى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وكمان يهتز له عرشه. اه دي حاجه جميله قوي. لا ده في منقبه ثالثه، ده انا لسه جاي لك. ايه ده كل ده لسه ما خلصناش من سعد؟ لا لسه. في حديث ورد عند ابن سعد باسناد حسن. ورد ابن سعد في الطبقات باسناد حسن. ان الصحابه انتوا عارفين سيدنا سعد بن معاذ كان ضخم الجثه، كان ضخم جدا. فلما حملوا جنازته الصحابه وجدوها اخف من الريشه. فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا خبر أبيض، 70,000 ملك ينزلوا مخصوص لسعد بن معاذ عشان يشيعوا جنازته. ده النهاردة اللي تشيع جنازته من مسجد عمر مكرم يقولك بس ده أكيد أمه دعياله ليلة القدر عند الحجر الأسود. فاهم إزاي؟ فلك أن تتخيل عبد من عباد الله 70,000 ملك نازلين له مخصوص، ومن قبلها جبريل. جبريل نازل مخصوص يقول للنبي عليه السلام اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك، جاي بيهنيه، واخد بالك؟ وفوق ده كله كمان 70,000 ملك نازلين مخصوص، نازلين اللي هو بس ومش هينزلوا بعد كده. لمين؟ لسعد بن معاذ. لسه ما خلصناش مناقب سعد، لا لسه دي في حته ثانيه كمان جايه. اللي هي ايه؟ في يوم من الايام، في يوم من الايام تيجي حله من حرير، والنبي عليه الصلاه والسلام طبعا ما لبسهاش، فجاءت هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابه يلمسون قطعه الحرير ويعجبون من جمالها ومن لينها، لينه وناعمه وجميله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من لين هذه؟ انتوا يعني مستغربين انها لينه وجميله بالمنظر ده؟ فقالوا: اجل يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنه الين منها. قال الإمام النووي: والمنديل معد للوسخ. المنديل بيستخدمه عشان ايه؟ استنشاق ومش عارف ايه والكلام ده كله، واستنثار والكلام ده كله، واخد بالك؟ فإذا كان هذا المنديل فما ظنك بثياب سعد بن معاذ، وما ظنك بأسرة سعد بن معاذ وقصور سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قد ايه همته كانت عالية. سعد بن معاذ يا شباب، وده اللي أنا عايز أقوله في الحلقة ديت، سعد بن معاذ أسلم وكان عنده كام سنة؟ عشان ما حدش يأس من نفسه. عشان ما تقوليش بقى انت بتكلمنا بقى عن جيل السلف، طب احنا ايش جاب اللي جاب والكلام، لا 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 خد بالك. سعد بن معاذ اسلم وعنده 30 سنه. ومات عنده كم سنه؟ اكيد هتقولي طبعا 50 سنه او 60 سنه. لا والله، مات وعنده 36 سنه. تتكلم ده؟ والله العظيم بتكلم جد. كل الاعمال اللي عملها دي كلها في 6 سنين؟ اه في 6 سنين. 6 سنين اهتز عرش الرحمن لموتي، و70,000 ملك نزلوا شيعوا جنازته، وكمان هو اول من ضحك الله له. فقد ايه؟ في 6 سنوات. يعني ممكن انا لو التزمت النهارده ممكن اعمل حاجات كتيره جدا وابقى ما شاء الله وربنا يرضى عني ويكرمني. اه وممكن كمان عرش الرحمن يهتز موتك. لا يعني معلش خلينا على قدنا. لا والله بجد مش بهزر. هو في حاجه تمنع شرعا ان عرش الرحمن يهتز لموت اي عبد غير سعد بن معاذ؟ طبعا ما فيش اي مانع. بس ايه الفرق بين الموضوع ده والموضوع ده؟ الفرق ان سعد بن معاذ لما اهتز عرش الرحمن لموته كان النبي عايش، فعرفنا من خلال الوحي ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. اما الان لو ان اي عبد مات، اي عبد صالح، انسان فاضل خدم الاسلام وقدم كل ما يملك لخدمه هذا الدين، لو ان عرش الرحمن اهتز لموته احنا مش هنعرف. ليه؟ لان ما فيش وحي، خدت بالك؟ لكن هل هناك ما يمنع؟ ما فيش حاجه تمنع بالمره، لا شيء يمنع من ذلك إن عرش الرحمن يهتز لموتك. ما هو عبد وأنت عبد. ربنا خلق سعد بن معاذ وخلقك أنت. وأنت كمان. فإيه ليه ما تكونش زيه؟ يعني تشبهوا في إن لم تكون إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قول طب وليه ما كنش سعد بن معاذ؟ طب ليه ما كنش جعفر بن أبي طالب؟ ليه ما كنش مصعب بن عمير وكون أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ خلي عندك همة. اكبر لنفسك وقول إن شاء الله إن شاء الله أكون عظيم زي هؤلاء باستعانتي بالله وثقتي في الله وقربي من الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون انسان عظيم جدا جدا. يعني الامه اللي خرجت في هذا العصر مثل الامام ابن باز والامام ابن عثيمين والامام الالباني لن تعدم ان تخرج امثالهم ان شاء الله. الامه فيها خير وياما في الزوايا خبايا، وربنا يجعلنا واياكم من هؤلاء جميعا. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الخير. تعال نشوف مثل تاني جميل جدا جدا. حقيقة الأمثلة كثيرة جدا، الواحد مش عارف يعني المثل العربي أو الحكمة العربية بتقول
إن من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض الخصبة تخير أي مرعى، اختار يرعى هنا ولا هنا ولا هنا، أي مكان بقى براحته. لكني أجد هذا المثل قد انقلب عندي، إن من أخصب تحير لا تخير، من كتر الجمال اللي قدامي ومن كتر من كتر الجمال اللي قدامي والسير العظيمة اللي قدامي والأمثلة العظيمة جدا اللي قدامي، أجد نفسي في غاية الحيرة، مش عارف أختار إيه ولا إيه، وأبدأ مين وأسيب مين وأخر مين وأقدم مين، لكني لا أقدم ولا أؤخر، وإنما أذكرهم تبعا فقط للأمثلة التي تحضرني في كل لحظة. ندي أمثلة تانية يا شباب لعلو الهمة، إحنا عمالين بنحفز الشباب والكبار والشباب والصبيان والنساء والكل، إحنا بنحفز الأمة كلها على علو الهمة، إن يكون عندك همة. زي ما قلت لك ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، أنت راجل مسلم ولك قدر عند الله سبحانه وتعالى وليك قيمة فعلا، لو ما كانش ليك قيمة ما كنتش تبقى مسلم. أنت عارف كم واحد على أهل الأرض الآن أو على الأرض الآن يكفرون بالله؟ أهل الأرض الآن يصل عددهم إلى أزيد من 6 مليار، 6 مليار منهم مليار و300 مليون موحد بعجرهم وبجرهم، على انقسامهم على 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على واحد على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، حطوا تحت كلمة اليوم إيه؟ ألف خط، اليوم أنا وأصحابي. اليوم دي إيه؟ اللي في عهد النبي، مش بيجيش النهاردة واحد يقول لك بس إحنا الطائفة المنصورة وإحنا فمزاي وأنا اللي إحنا الفرقة الناجية، هو يكون مبتدع ويكون بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون بعيد تماما عن الإسلام. لا مش هي كده، عايز تعرف أنت من الفرقة الناجية ولا لا، أولا أخلص النية لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دول شرطين قبول العمل، وأحسن الظن بالله، وفي اللحظة ديت قول إن شاء الله عندي حسن ظن إن أنا أكون من الفرقة الناجية. فالشاهد في الموضوع إن المسلمين اللي موجودين على وجه الأرض المليار و300 مليون دولت، يعني بإيه؟ بانقساماتهم بقى وطوائفهم ومش عارف إيه وكام، يعني لا تجد منهم يعني إلا مثلا قول ربعهم مثلا اللي بيصلي ومستقيم وهو إلى غير ذلك. فمليار و300 مليون مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله، يعني أربعة خماس الأرض على الأقل يكفرون بالله، وإنت من الخمس الذي يعبد الله. إيه رأيك؟ شفت قد إيه بقى منحة عظيمة من ربنا، ما كنت ممكن تبقى منهم، صح ولا لا؟ طب بلاش ده كله، ارجع ورا بقى كده معاه، ارجع ورا بقى لعهد بقى إيه سيدنا هود، يعني سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا نوح. كان ممكن تكون، خد بالك سيدنا نوح لما ركب السفينة والتي يعني نجا بها هو والمؤمنون معها، خد بالك كان ممكن تكون في صلب رجل ممن غرقوا في طوفان الذي حدث في عهد نوح، صح ولا لا؟ لكن ربنا حفظك ان انت تكون في صلب رجل من المؤمنين الموحدين الذين كانوا مع نوح عليه السلام، ادي حاجة. كان ممكن وظل يحفظك الله عز وجل ان انت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين إلى أرحام المؤمنات، إلى أصلاب الرجال، إلى أرحام المؤمنات، إلى أن وجدت في هذا الكون من بين أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. نعمة ولا مش نعمة؟ مش كنت ممكن تكون من اللي هلكوا في عهد نوح؟ أو اللي هلكوا في عهد هود؟ أو اللي هلكوا في عهد لوط؟ أو عهد صالح؟ أو عهد شعيب؟ صح ولا لا؟ ورغم ذلك نجاك الله عز وجل على قرون دي كلها، على مدى القرون دي كلها، حتى وصلت إلى الآن فجئت مسلما موحدا لله عز وجل. كنت ممكن تبقى مسلم اي كلام، ممكن تبقى مسلم من غير لا بتصلي ولا اي حاجه، اي على الورق وخلاص، ورغم ذلك لا بتصلي. طب ممكن اكون مسلم وبصلي ومبتدع؟ لا، خليك من اهل السنه. طب ممكن اكون مسلم ومش مبتدع على حاجه وبصلي والحمد لله ومن اهل السنه، بس اكون غليظ وفظ ووحش والناس مش قبلاني؟ لا، وخليك مبتسم وجميل وابتدع الى الله. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ نعمة كبيرة جدا. لو سجدت لله شكرا من الآن إلى قيام الساعة ما وفيت الله حقه. أو الله، وقليل من عبادي الشكور. أشكر ربنا، أحمد ربنا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. تواعد يا شباب
من الآن مش هقدر أفتح في قصة جديدة عشان الوقت تقريبا خلص، لكن نلتقي غدا إن شاء الله مع السابقون، السابقون اللي هم أنتم إن شاء الله، اللي هم جنة سلفنا الصالح، وأنتم من بعدهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. افتكر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت، لكل قرن من أمتي سابقون. هتكون منهم ولا لأ؟ إن شاء الله تكون منهم وتكوني منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا